السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملو الكور ديالنا. غادي نشوفو في هاد الدرس لي كونديسيون امبريكي بوغ سي. لي كونديسيون امبريكي بمعنى الشروط المتداخلة، يعني شرط في وسط شرط. الصفة السيرة هنا غادي نشوفوها. كذلك لي كونديسيون امبريكي متعلقة بسي، يعني كنديرو سي وسط سي، هادشي كيعني كونديسيون امبريكي سي وسط سي. كيف ما شفنا في الدرس السابق، هذا هو الدرس السابق، الشكل اللي كيتكتب به، الشكل اللي كيتكتب به سي بطريقة عادية، سي كونديسيون فانسي، ولا كندخلو في وسطها سينو إلا احتاجيناها. مثلا كان عندنا شي تمرين فيه دوز، شي تمرين فيه دوكا بحال اللي شفنا في التمرين السابق ديال النمبر بوزيتيف والنيجاتيف، يمكن لك تدخل هاد السينو باش الى ما خدمش على الكونديسيون كي اوتوماتيك هو كيخدم الكونديسيون لي انستريكسيون. هذا ما علينا من هذا. نشوفوا لي كونديسيون امبريكي ديالنا اللي هما هادو اللي في الاطار الازرق. هادو غير اللي في جنب هنا الاطار الاسود. هل كتابة متكافئة عندها نفس الريزلت، ولكن غير كتكتب بطريقة مختلفة. لي كونديسيون امبريكي كيختصروا لينا واحد الحاجة. دابا نشوفوها. مثلا السينتاكس ديالهم كيكتب بهذا الشكل: سي الكونديسيون كيما كتعرفوا، لي انستريكسيون لي بوان دي عبارة عن دي انستريكسيون، سينو غير سينو بلاص ما دير سينو، و لي انستريكسيون كوم الدرس لي فات كتجي وكدير سينو سي، سينو سي كدير اوتر كونديسيون، سينو كدير اوتر كونديسيون، وعاد في وسط سي كاين واحد سينو وحده، سينو وحده اخرى الا بغيتي ديرها. كذلك الا ما بغيتيش ديرها ما ديرهاش، المهم سي تكون وسط سي. هذاك هو الكونديسيون امبريكي، يعني سي سي داخل في سي، شروط متداخله. هذا هما لي كونديسيون امبريكي. الفائدة ديالو يمكن تقول لي علاش تعقدت يا بهذه الطريقة. الفائدة ديالو هو انه كيختصر لك الكتابة، بلاص انك ما بقاش دير مثلا هنايا في السينتاكس هذا لي دو كاليف في اليمن، دير سي تروا فوا، ولا دير سي وعاد فين سي وعاد دير سي وفي سينا وحدة اخرى. حيت هنا لاحظتو راه كاين ثلاثة احتمالات. كاين الاحتمال الاول يخدم لنا الجيزن سليكسيون هادو، والاحتمال التالي يخدم لنا لي انستريكسيون ديال سينو، وفي وسط سينو كاين جوج احتمالات، كاين الاحتمال ديال سي والاحتمال ديال سينو. يعني هنا كاين طروه ديال الاحتمالات، كذلك هنا طروه، هنا طروه. غير هو الفائده ديال هاد لي كونديسيون امبريكي اللي كاينين هنا في الاطار الازرق هو انهم كيختصروا لك سي، كيختصروا لك لو نومبر دو سي، وكيختصروا الكتابة بصفة عامة. مثلا هنا غير كاين غير سي وحدة كتجمع فيها هادشي كامل، هنايا كاين طرواسي اللي لاحظتو. يمكن لكم دير، يمكن مديروش ديك سينو كاع بلاص سينو، دير واحد كونديسيون وحدة أخرى ودير فيها سي ديالها. مثلا سي كونديسيون الأولى، سي كونديسيون الثانية، سي كونديسيون، لكن هذا يولي بحال واحد التكرار، وداك التكرار غادي يأثر شوية على البرنامج، يدي الذاكرة ديال الكمبيوتر. ما علينا من هادشي، المهم كل ما نقصتي من الكتابة كل ما من الأحسن، رغم أنهم عندهم نفس الخارج، هذا صحيح وهذا صحيح، إلا أن هذا من الأحسن دير الكونديسيون أمريكي. واخا هي كتبة المعقدة ولكن غادي تولفوا عليها، غادي تجيكم فاصيل. كاين دوزيام كا هي هادي، كدير السي الأولى الكونديسيون، بعد السي الثانية الكونديسيون أفيك سينون ديالها، كوم سا صافي. هادو هما لي كونديسيون افريكا. غادي نشوفو هاد ليكزيرسيس لي تزيدو تفهمو هاد لي كونديسيون. كيما كتشوفو هنايا مثلا عندنا طروا ديال لي فانسي، هنا ولاو عندنا غير دو فان غير دو فانسي، وهنايا عندنا طروا ديال لي سي، عندنا غير دو ديال لي سي. هنايا كذلك اختصرنا الكتابة بلاصة سي سي دو سي، درنا هنا سي وحدة، و سي وحدة داخلة فيها كلشي. هو في الحقيقة أنا في الأحسن كنفضل قاع، كنفضل تشاد سينو دير غير هاد الطريقة العادية، سي كونديسيون فانسي ديالها، سي كونديسيون فانسي ديالها، باش ما تخربقش في ليكزام مثلا ولا في التمرين. ما علينا، غادي نشوفو ابخي ليكزيرسيس، واحد ليكزيرسيس
ديال هاد لي كونديسيون في كيفاش نزيدو نستوعبو هادشي. ومع السلامة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.